حياكم الله جميعا. في هذا الدرس سنتحدث عن نودز التي تم إضافتها في نسخ من أول 2.8. أولا هنتحدث عن الماب رينج. ده كده عبارة عن مانكي، هنضيف الكاميرا كنترول ألت زيرو، نأتي إلى الفيو. ده كده يكون الكاميرا عندنا. نضيف سبديفيجن سيرفيس. كلام سليم. طيب لو عملت رندر دي هتكون النتيجة. طيب بما ان مفيش لايت هضيف لايت هنا كده من اريا لايت. دي كده عبارة عن نتيجة. في عندنا في الكومبوزيتنج نستخدم يوز نود في حاجة اسمها الدبس. مبدئيا انا هضيف فيور وفي، فاذا عندي ده الايمج دي الالفا ده الدبس دي ايمج دي الفا ده الدبس. فده الدبس عندنا زي ما احنا شايفين الاوبجكت ظاهر ولكن نوت يوزبل، فهضيف حاجة اسمها ماب رينج. ماب رينج وهكذا ازود بقى الماكسيمم 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 وليكن 50 25 15 10. فكل ما ازود دي بتكون نتيجة عندنا. طبعا انا ممكن استخدم color ramp لكن ماب رينج افضل وادق. بنحدد المينيمم والماكسيمم. هبدأ من صفر لحد وليكن حتى 20 او 10. انا شايف ان 8 مناسب. في بعض الأحيان ممكن يزيد الرقم فوق 100 أو 150 لكن خلينا نستقر على 25. وطبعا ممكن يتم لو في أكتر من صورة فممكن يتم عمل سيف للفاي لزي الدبس في باصو. نتحدث بعد ذلك عن الكومبوزيتنج. ثانيا هتحدث عن إضافة، نحذف كل فالبلين كالتالي. نأتي إلى الشيدنج، نضيف إيمج وليكن ديفيوز. عندنا بقى الفروناي تم تحديثه وإضافة التو دي. ده كده الفروناي 3D، لأ 2D. F1 تمام، 5.1 تمام. هنضيف بقى ماس، هنضيف فورناي وبدل F1 هنخليها وليكن سموث F1. سبتراكت دي كانت دي النتيجة عندنا. طبعا ممكن نقلل السكيل وهكذا أو نزوده وهكذا. طيب بعد كده ممكن نضيف برضو سبتراكت ونخليها وليكن ملتبلاي أو اد. يعني دي عبارة عن الخصائص الجديدة اللي تم إضافتها في الفورناي. وممكن السلايدر طبعا بيحدد مدى
لدمج الاثنين تيكتشر مع بعض. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد واللقاء في درس قادم.